تكسر بوابة تاني بوجهك تذكر انه باب السما دايما مفتوح. نحط على التوب نيامو خمسة ايام، هود الخمسة ايام مروا علي 50 سنة. وعالتقرير يلي الحكمة له وانا سمعتهم من المرضية ما توقضيني يلي هن كانوا اجتمع مع الحكيم وخبروا انه هل انسان ضباني لهم لفوا حطوا مع البفات. قلت له دخيلك يا حكيم اعمل شيء، قال لي ما في اعمل شيء، مانك قادرة تتواصلي مع حدا، حتى الحكيم ما فيك تشوفيه على التليفون، بفرجيك فيديو مكانات كلها عم بتزمر، انتبه ما فيه نعمل له شيء، ما فيه نعمل شيء، شو الحل؟ روح صلي. دبوا له ملف وشو بدكم منه؟ لا يموت على بطنه خليه يموت على مهله. ليلة الحسيت بالخطر الخلص يعني انه انتهى كل شيء. هون كانت طلعت الترجاية يعني طلعت قلت له بترجاك اوعى تعملها فيي، عم بترجاك ما تردني خيب من عندك. وقت الضيق تلتجي لصديق، فكيف إذا كان هالصديق قديس؟ هو صديق بالنسبة لي أكثر من قديس. قلت له بكير بكير كتير بعد، لأنه بي حدا منيح ولأنه بعده لقت العائلة، بعده هو بيعمل كتير قصص عنا. وإذا كان هالقديس من السما لأهل الأرض طبيب، جبت طوب ونزلت دلت جاي عند طنط نهاد الشامي اللي هي طنط نهاد معلمتنا جملة. نحن خلقنا واعيين على طنط نهاد، معلمتنا انه ايمانك بخلصك، انسان هو ايمانه بخلصه. نزلت طلبت منهم ماي مصليه، طلبت شجره ورق شجره السنديان اللي بيظهر عليها كل سنه مارشاربل، وصوره مارشاربل في بقلبها نقطه الدم. اخذتهم كلهم سوا ورحت حطيتهم بالمستشفى، طلبت منهم يحطوهم بالسوان يطلعوا له اياهم، قلت لهم كبوا له الطوب على اجريه. ما بعرف هونيك، انا ما عرفت بشي، ما حسيت بشي غير الدنيا صرت شايف العالم مرايا كيف بيكون بدافن حاملين نسيان وفيطين ويخلينه يعني، وحتى الحاملين بعرفهم انه هو بيحملوا عنا بالمقبره بيخلوا الانسان بيفوتوا على جوبه. انا رايح على المقبره، يا مارشاربل يا يسوع بعيد ميلادك ردني على عائلتي على اولادي. انه بس وصلوا على الباب هون، وصلنا على باب المقبره، مجرد فتح باب المقبره كبني مره ما شربي ما فوتني على جابه. هلا بس كبني دي المقبره انا ويت طبيعي ما فيش ويت هيك، وبيعت ويت منيح، اتخذت لي الطوب ما شربي محطوط على التخت. اجيت المرضى قلت لها شو جاب لي نبيل ابني، شو جاب لي ابني؟ قلت لي جايب لك انينة ماي. قلت لها افتحها يا عمي معروف، لانه مش قادر افتحها، ما عندي قوه افتحها. فتحتها قلت له اني شربت منها، قلت له شو في بعد؟ قال في زيت كمان ما شربت. قلت له اعطيني الزيت، اخذته وصدمته وشربت نتفه منها، قلت له شو في بعد؟ قال في صوره، قلت له اعطيني اياها. صوره ما شربت حطيتها تحت راسي. لا المكنه ولا الذكاء البشري والاصطناعي بيقدر يحدد مشيئه الله وقدرته. بطرس يلا شلنا هلا التوب، الحمد لله على السلامه. اوكي هيدا العيلة عم تقلن باي خاي 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 ايه عظيم عظيم. والاكسجين قد ايه؟ تقريبا 96 عمية 13 دقات 117. 10:30 بدق لي الحكيم، ما رديت لانه خفت، اول مرة بخاف من التليفون. بدق ما بدق، واحد مثل ولد صغير يعني بدق ما بدق بدق ما بدق. دقيت له قلت له حكيم، قال لي شو صار؟ قلت له نعم. قال لي شو صار بيك؟ رجع قشط CO2 بجسمه، قشط هيدا الغاز اللي كان عم بيطلع ومش البول وتحرك جسمه وعم بيطلع الاكسجين وكذا. قلت له حكيم بشرفك ما تكون عم تقطع علي يعني تيطلع الضوء يعني. قال لي عم بقول لك بيك رجع. اي اكثر 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 اكثر. ايوه لا عنده قوه عنده قوه شوي بيرجع. بيطلع هيك بالمكانات بيقول لي بطرس شو صار معك؟ قلت له ما بعرف. لا عم تسألني. فتح البيب وفوت لعندي لأول مرة، بفوت لعندي قلت له شو في؟ قال لي حصيتك كلها تحت معدل وكل شيء تمام وانت ما في شيء ما بك شيء. قلت له معقولة؟ قال لي يلي ولد بالسما بليلة ميلاد الرب ردوا على الأرض بليلة 24. المرضى بعد هلا عم تسأل بطرس وينه؟ يا عم هالزلمة شو بصير معه؟ له 20 يوم نايم منهم 6 أيام نايم باللاوعي، نايم على بطنه أكتر من هاي نومة البطن أقوى شيء. ما راح بطرس قالوا له على البقرة صيبه ما رخله،
قلت مش معقولة خليه الأحمر حامل وقت البعد. لحظة لا توصف، لحظة لا توصف. ما عندهم تبرير كيف طلع طيب، ما حدا قدر برر انه كيف هالزلمة ايه من السماعة على البيت، مش من السماعة عقودة ورجعنا ريحنا، جينا من السماعة دغري على البيت. الحمد لله ايمانه هو اول شيء خلصه ومرشار بل ما تخلى عنا وما تركنا، كتر خير وما ردني خايب. من الاول مش من هم الشيء جديد يعني، ايمان مرشار بل من زمان يعني متكتولي من وقت ما بلشت مع نبيل كان عمره 5 سنين ومصدق يعني اصريت انزل من عند جيب، لانه انا من انا وصغير كان عمري 5 سنين يمكن هون بالمنطقه بيعرفوا قصتي، وكسرت ايدي وسكرت ايدي هيك بعمر 5 سنين ما كانت تفتح، رغم كل الرابورات والتقارير وبعد اليوم محتفظين فيها الاهل انه هالايد ما بقى تفتح نهائيا وبعدها معلمه. امي من حالات نزلت عند طنط نهاد عطيتني دم من جرحها على شقفه كلينكس صغير نقطه دم، عمر 5 سنين حطيتها واكلتها. بوعى انا تاني نهار الصبح عم سلم عليهم وعم بعمل لهم هيك بايدي، كيف ايدك ما قلت لهم اجى زلمه ولد، قلت لهم اجى زلمه دقنه طويله بيضه ولابس اسود كله سوا، قال لي شو بيك مسكر ايدك افتحها بقى. فهيدي خبريتنا مع عمر شارفل من زمان لليوم، هي خبريتنا مع طنط نهاد. الله يطول بعمره ويرد عنا يعني، وبس نسمع شو بتقول انه ايمانكم بيخلصكم، بس كل واحد بيصلي بايمان ربنا بيخلصه والله ما بيترك حدا. إذا كانت نهاد الشامي علامة لترجع الناس للصلاة والإيمان، بطرس عساكر علامة تترجع العيلة وحدة صلاة وإيمان. هدية من ربنا، أنا طالب هدية من الله، أعطيني إياها، أعطيني هدية إنه رجعت بيك على هالبيت. مهم كتير 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 ترجع على بيتك طيبة وتشوف عائلتك قدامك، مهم كتير. اللي صليته بالصمت مثل ما عم بتقولي أكثر بكثير من العلن، بس ما بيفيدك غير الصلاة، ترجع للصلاة لربك كل يوم صلي، غير هيك ما في شيء بقيمك. لا الحكيم وسيلة بس، مش إنه يعني مثل ما قال الحكيم أنا ما قدر يفهم ليش بطرس صح، نحن عملنا واجباتنا ما قدر يعرف ليش بطرس صح. بس يكون واحد إيمانه قوي عن جد بهز الحجر وربنا بيسمع، ما حدا بيعرف غير اللي بتحس هيك من جوا، ما حدا بيعرف أنا وين كنت، شو كنت عم بطلب، شو كنت عم صلي كل دقيقة. أنا أطلع من البيت تما أبكي قدام مرتي وقدام ابني وقدام عائلتي. ما فيك توصف شعور، ما بتوصف. وتصلي على المقبرة بتلاقي إنسان كبك برا. مشكلنا ربنا ومرشال بلدنا عائلتنا. أول شيء الله يرحم الجميع، دعان الشباب اللي عم بتروح بهذا المرض، ولازم نحن بهالمرحلة وبهالفترة نكون فهمنا أنه بلحظة نحن منفل من هالدنيا، وبسبب ولا منا شايفينه، بسبب منا شايفينه منفل من هالدنيا. بس الله كبير وربنا ما رح يتركنا، مهم نحن نرجع لربنا تهو ما يتخلى عنا، لأنه ما حدا بيعرف إلا ما يكون واقف فيها. الله يشفي كل إنسان بيفوت على المستشفى. بقولوا ما بيعرفوا قيمة الشخص غير ما تفقده، أنا فقدته لأيام أو لساعات إذا بدك تقولي، ولا يساعد كل العالم هلأ مرقى بهالوقت، بس بدها تقوم من هالوقت بصلاة وبإيمانة. نحن أنا أطلع من بيتي مرتي بدويش مع قدام مر شاربة، فوت لهون ليه أمي بدويش مو قدام العذراء، كون عم بحكي مع أختي تقلي ليك هالشمع عن يد بي، يدقوا لي ناس أنا بمر شاربة عم صلي لبيك. ما في شيء أمنا غير الصلاة يعني، بس صحيح الوجع كبير واللود كبير والتقل كبير وانت عايش بحالة انه خلص، بس ما عندنا شيء نعمله غير قاعدين عم نصلي، كل واحد على طريقته، كل واحد بإيمانه. شيء لا يوصف عبالك، شيء ما فيك توصفيه، انه انا رجعت انسان وجاد، وانا كان اول رسالة انه بطلع ما بطلع من البيت الا عم اشتغل البيت لزور واشكره، شكرني وطلعنا شو بيك توصف تديره؟ لا ما اشتغل بيت، فيك اشتغل شيء لا ما اشتغل بيت، لا شو ما قلتي بعده قليل كتير. خيف الله ونصلي له، وهيك ربي علمنا من شوي سألتيه انه شو كان دايما انه ما تأذوا حدا بحياتكم، شكون ربك كل يوم وكتر خير الله.